السلام عليكم. ان شاء الله الحصه ندير لكم واحد الباندال الشعر. المهم غادي يخصوني واحد جوج قطع، وحده فيها 25 سنتيمتر ديال الطول و5 سنتيمتر ديال العرض، وحده فيها 36 سنتيمتر و6 ديال سنتيمتر ديال العرض. وغادي يخصك لاستيك شويه غليظ، انا دابا ما عنديش، غادي نخدم غير هذا، نخدمه على جوج. والثوب بالنسبه لهاد القطعه اللي فيها 36 سنتيمتر غادي تمشي للقنت ديالها، اما تاخديها هكا بدوران، اما تاخديها مقنته هكذا اللي بغيتي. المهم تنزلي بنفس المسافه هنا، بحال نزلتي ب 4 سنتيمتر غتمشي للمنتصف ديال هنا 6 3 سنتيمتر، وغادي تديها هكذا. المهم عندك اختيار 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر، وغادي نديها هنايا. عندك اختيار، اما تاخديها بهذا الشكل اما تاخديها بداك الشكل. غادي نفصل على الثوب، غادي نفصل الشكل اللي بغيت. وعاد نفصله فوق الثوب. من بعد ما فصلتهم هادو درت 4 القطع باش يجيوني جوج جوج، وهذه غير قطعه واحده اللي غادي يدير يتمونطالي فيها لاستيك. غادي نمشي غادي نخيط هادي من هنا لهنا. اول حاجه غادي نسدو هادي القطعه ديال 5 سنتيمتر و25، غادي نقلبها. غادي ندخل في وسطها لاستيك. من بعد غادي نقاد واحد البلاصه مزيانه هنايا، والخياطه راه هي هنا في الوسط، غنجيبها في الوسط وغادي نخيطها من تما. من بعد غادي ندي لاستيك، نقاد لاستيك ديالي مزيان، وغادي نزيد واحد شويه هكذا حتى يتكمش لي. غنزيد تنكمشو كله، وعاد غادي نخيط ونقطع صافي. غادي نقطع صافي. دابا غادي ندير هادو، غادي نخيط من هنا ونقلب، نخيط دوك جوج قطع ديالي، ندير نخيطها كلها وندور معاها، نضر مع الجوانب. من بعد ما خدمتهم وقلبتهم غادي نمشي لهم لهاد البليصه، غادي ندخلها لداخل هكذا، وغادي نحط هذه ديال الباندا اللي خدمت، هذه اللي خدمت، وغادي نديهم من هنا ونديها من هنا، وعاد نخيطها. غادي نخيطها نفس العمليه للجهه الاخرى، ويكونوا حتى هما رادين وجههم لهنا بجوجهم. يعني غادي ندير لها هكذا قدها، غادي ندخل هذا الشيء، غادي نحطها، نشوف هاد فين درتهم هكذا، غادي نحطها وغادي نربطهم عاوتاني حتى هما لهاد البلاصه لهاد الجهه باش يجيو بحال هاد. غندير لها شويه لاغيطمون تما، وغادي ندير حتى الاخرى. يقدر يديرها الكبير ويقدر يديرها الصغير.
ديري على راسك عاد تتعقدي. العبر ديالي جا على هذا الشكل. هنايا تقدري توسعي العبر اللي بغيتي. مع السلامه.